واسمحوا لي أن ألقي كلمة الجمهورية اليمنية. أصحاب السعادة المندوبين الدائمين، سعادة السفير الأخ العزيز حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة والمعالي الأمناء العامين المساعدين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أعبر في مستهل أعمال هذه الدورة عن تشرف الجمهورية اليمنية بتولي رئاسة الدورة 162 لمجلس الجامعة الدول العربية، كما أنني أتقدم بالشكر والتقدير للأخ والصديق سعادة السفير الحسين سيدي عبد الله سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية على قيادته الناجحة والحكيمة للدورة السابقة لهذا المجلس، ويحيي الشقيقة موريتانيا على جهودها الحيوية في تعزيز العمل العربي المشترك في أوقات وظروف إقليمية ودولية حرجة ودقيقة. كما أتوجه بالشكر إلى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب السعادة والمعالي الأمناء العامين المساعدين وفريق عمل الأمانة العامة على جهودهم الدؤوبة والمتميزة في الإعداد لهذه الدورة. حضور الكريم، يشاهد الضمير العالمي في هذا الزمن العصيب وبدون أن يتحرك كما تقتضي القيم والقوانين الإنسانية، كيف يحتجز غلاة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال والعنصرية والفاشية والإبادة الجماعية العالم كله رهينة لخدمة أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتباهى بطبيعته العنصرية الاستيطانية الاستعمارية الإرهابية المناهضة لقيم حقوق الإنسان والحرية، ويشاهد كيف تداس القيم الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية على مدار الساعة بوحشية تباري وحشية الجرائم النازية، وكيف تنقض أحدث المجنزرات والقاذفات وآلة الدمار التي ينتجها ويهديها لإسرائيل المجمع الصناعي العسكري في العالم المتحضر لتقتل الأطفال وتدمر وتغتال تلك القيم التي يتغنى بها ليل نهار نفس هذا العالم المتحضر. لقد فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الفاشية ضد الشعب الفلسطيني رغم تزايد وعي الرأي العام العالمي الحر بأن الوقت قد حان لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب. إن هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطينية المحتلة. فالحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم هي أن شعبا محتلا أعزلا يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير، وأصبح مجلس الأمن الدولي لا يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الحرب الفاشية في غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. في اجتماعاتنا هذه سوف يتم بحث التحرك العربي المشترك لحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على اتخاذ عقوبات فعالة بحق الاحتلال الإسرائيلي وإرغام إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والأوامر محكمة العدل الدولية وإلزامها بالإذعان للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في الأمرين الصادرين عنها. إننا نحيي الرأي الاستشاري التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو المنصرم والذي تترتب عليه آثار قانونية تلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي المحتلة وفورا ودون قيد أو شرط. وفي الوقت الذي نحيي فيه الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، فإننا ندعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تباشر إلى الاعتراف بها ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
ومواصلة الجهود والمبادرات والإجراءات القانونية والسياسية المشتركة المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والعمل من أجل اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع يضمن امتثال إسرائيل لوقف فوري وكامل لجريمة الحرب العدوانية الهمجية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين المحتلة. إن الحكومة اليمنية تجدد إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس حكومة الكيان المحتل بشأن محور فيلادلفيا، والتي تضمنت مزاعم لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين والأعراف الدولية. وتؤكد الحكومة اليمنية وقوفها وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء تلك التصريحات الاستفزازية ورفضها التواجد العسكري الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح، ودعمها الكامل للجهود المصرية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. كما أننا في ذات الوقت نتوجه بالتحية والتقدير لجهود الأشقاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تقوم فيه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بتقويض تلك الجهود والإصرار على استمرار الحرب واقتراف الفظاعات والجرائم دون الاكتراث للضغوط حتى من أقرب حلفاء إسرائيل. الحضور الكريم، نتطلع جميعا إلى أن تعكس قرارات الصادرة عن هذا الاجتماع الموقف العربي المشترك الموحد الذي عبرت عنه قرارات القمة العربية في المنامة. لقد أصبح ملحا أن يتم تعزيز ومضاعفة فعالية العمل العربي المشترك ودوره في نصرة كفاح الشعب الفلسطيني ويواجه الوحشية الإسرائيلية ودعم نضاله المشروع لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف، ودعم حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة سبيلا وحيدا لتحقيق وضمان استدامة العدالة والاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة. في الختام، أسأل الله التوفيق والسداد لكافة الجهود للمضي بالعمل العربي المشترك نحو تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن اسمحوا لي أن أعلن انتهاء الجلسة الافتتاحية، وأشكر الصحافة والإعلام وأطلب منهم التفضل بمغادرة القاعة حتى نستأنف أعمال المجلس في جلسة مغرقة.